السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سهول عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد ومميز جدا، شقة مساحة 130 متر في موقع سكني بجوار الشارع العمومي، 3 غرف نوم تصلح للسكن الدائم طول العام. شفنا بعض واجهة العمارة موجودة عندي هنا، ده المدخل. بوابة عندي ومدخل ممتاز وأسانسير وحارس خاص العقار. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. عندي هنا الأسانسير وشقة الجار التانية وشقتنا اللي فيها العرض. عدد الكهرباء الخاص بالوحدة بتاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. اول حاجه بتقابلني هنا عند ريسبشن كبير ما شاء الله، مربع ومشطب عندي كويس جدا، تشطيب جبسون بورد وديكورات عندنا هنا سي ان سي. قصادنا هنا موجود عندي مطبخ امريكاني، المطبخ عندنا هنا من الداخل. بعد منه هو شرطة الموجودة عندي هنا الحمام، وبعد منه موجودة عندنا هنا أول غرفة نوم. متشطب عندي كويس جدا، تشطيب جبسون بورد. وجنب منها هو شرطة الموجودة عندي الغرفة التانية، مساحتها أكبر شوية من الغرفة الأولى، بتشيل معايا غرفة نوم كاملة. متشطب عندي برضو تشطيب ممتاز جدا. وفي النهاية هنا موجودة عندي تالت غرفة نوم. ممتاز، جميل جدا جدا ما شاء الله. بنطلع نبص مع بعض عندي على البلكونة ونشوف رؤية الشارع. ما شاء الله تبارك الله، عندي هنا تراس رائع وممتاز جدا، بلكونة مساحتها عندي كبيرة وممتازة، والطالة عندي هنا مميزة على شارع عرضه 12 متر. قصادنا هنا شارع 10 والخدمات العامة والسوق التجاري، وعلى الامتداد ده موجود عندنا هنا أسواق فتح الله ماركت وكل الخدمات داخل القرية. الموقع ما شاء الله مميز جدا، موقع سكني. وبكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، عرضنا النهارده من قناة سهول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة مميزة جدا في الطابق التالت علوي، تالت طابق بعد الأرضي. العمارة عبارة عن 5 طوابق، موجودة عندي أسانسير وحارس خاص العقار، وشقتنا مسجلة في جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان والتعمير، وكاملة العدادات كهرباء ومية، وزي ما احنا عارفين بنستلم آخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشقة 130 متر، السعر 750,000 جنيه كاش، والسعر قابل للتفاوض، السعر بالدولار 15,000 دولار. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم إن شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سهول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.